أكمل حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات الثلاث اليوم الأحد أول أيام التشريق وثاني أيام عيد الأضحى المبارك، مستبشرين شاكرين الله تعالى على ما أنعم به عليهم من أداء مناسك الحج. هذا وشهدت حركة ضيوف الرحمن انسيابية في التنقل، كما اتسمت حركة الحجيج نحو جسر الجمرات والساحات المحيطة به بالتدفق المتدرج والآمن على دفعات. لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا وللمزيد ينضم إلينا من الأراضي المقدسة موفد التلفزيون المصري إلى هناك عبد الله بركات. عبد الله، كيف جرت مراسم تصعيد الحجاج اليوم بمشعر منى ورمي الجمرات الثلاث؟ تحياتي لك صاحب وتحياتي لمشاهدي التلفزيون المصري من مشعر عرفات، حيث يواصل الحجاج من مشعر منى حيث يواصل الحجاج رمي جمرة أول أيام يقوم برمي جمرات من هم متعجلين، وبالتالي سينتهي اليومين اللذين تعجل فيهما الحجاج. لكن من أراد أن يواصل الثلاثة أيام، هناك أيضا أماكن موجودة هنا بمنى للحجاج للمبيت ومواصلة باقي أيام التشريق. وزارة الداخلية المصرية المشرفة على بعثة الحج الرسمية بتواصل تقديم خدماتها للحجاج هنا بمشعر منى من خلال إتاحة الحافلات ما بعد منتصف الليل بالنسبة للحجاج المتعجلين للعودة مرة أخرى إلى أماكن إقامتهم وفنادقهم الموجودة بمكة المكرمة والموجودة بالفعل في المنطقة المركزية، أي بمحيط الحرم المكي الشريف. أما فيما يتعلق بغير المتعجلين، سيستمر الخدمات المقدمة لهم هنا بمشعر منى من خلال إتاحة الخدمات اللوجستية الموجودة في المخيمات حتى انتهاء أيام التشريق. تيسيرات كبيرة مقدمة على مشعر عرفات بواسطة السلطات السعودية، يمكن جديد هذا الأمر ما يتعلق بوجود روبوت استحدثته وزارة الشؤون الإسلامية بيسعى ما بين الحجاج، يقوم بتسجيل أو الحاج يستطيع من خلاله أن يتحدث صوت وصورة مع المفتي، حوالي أكثر من 480 مفتي يمكن أن يتم التحدث معهم، منهم 177 موجودين في الأكشاك هنا على صعيد منى، وبالتالي بيستطيع الحاج أن يستفسر عن أمور الدين هنا والرجم وغيرها من الأمور بشكل ميسر من خلال هذه الروبوتات المنتشرة هنا على مشعر منى. ما يتعلق أيضا بالأمور التنظيمية، الأمور منظمة بشكل كبير جدا إلى جسر الجمرات المكون من أربعة طوابق يتم من خلالها يعني مسارات محددة بيتم تحديدها للحجاج للتوجه إلى جسر الجمرات، أربع طوابق لمنع عمليات التزاحم، لمنع عمليات التيسير على الحاج في التوجه. في المقابل يستطيع الحاج العودة مرة أخرى من طريق مختلف تماما، وبالتالي لا يتقابل المساران بحيث لا يحدث تصادم. يعني كما نرى في الخلفية يعني عدد كبير جدا من الحجاج الذين قاموا برمي الجمرات والعودة مرة أخرى إلى أماكن مخيماتهم في انتظار المتعجلين أيضا ما بعد منتصف الليل في ظل هذه التيسيرات. حوالي أكثر من مليون حاج موجودين هنا على مشعر منى، منهم 20,000 حاج مصري، بينهم أيضا 6,425 حاج من حجاج القرعة، مقدم لهم الخدمات على مدار الساعة حتى العودة إن شاء الله إلى مكة المكرمة لاستكمال طواف الإفاضة لمن لم يقوم بطواف الإفاضة، ثم العودة وفقا للأيام المحددة. هم يعني حوالي تم تحديد 21 يوم بالنسبة للحجاج القرعة على وجه الخصوص، يعودوا بعدها من مطار جدة إلى مصر. يعني إلى هذا العام تم تطبيق نظام المسار الواحد، المدينة ثم مكة ومنها إلى جدة بعد انتهاء المناسك. لكن بالنسبة للأمور الطبية
بالطبع الامور الطبيه مستقره تماما، حاله الحجاج مستقره، خاصه الحالات الحرجه الصحية المتخذة قبل التوجه الى مكه. ماذا عن الحالات الحرجه والخدمات الصحيه المقدمه للحجاج المصريين؟ نعم سحر، لا اعتقد ان هناك حالات حرجه في المستشفيات خاصه بالبعثه المصريه نتيجه للاجراءات التي تم اتخاذها قبل التوجه الى المناسك. يمكن كان من اهم هذه الاجراءات ان يتم تطعيم الحاج بلقاح كورونا، ان يتم اجراء اختبار خاص بهذا الامر، ان يكون الحاج خالي من الامراض المزمنه. هذه الاجراءات الطبيه ساهمت بدرجه كبيره في وجود عدد كبير من الحجاج يتمتعون بصحه جيده في اداء المناسك، لكن ما يظهر من حالاته حالات طبيعيه نتيجه لارتفاع في درجات الحراره، نتيجه لحاله الاعياء، نتيجه لاداء المناسك والمسافات الطويله التي قد يقطعها الحاج ما بين عرفات ومزدلفه ومنى، حاله من الاجهاد. هذه هي الحالات الموجوده، حالات طبيعيه جدا نتيجه للصعوبه، ليست الصعوبه في التحرك لكن صعوبه المناسك في المسافات الموجوده ما بين مثلا جسر الجمرات والمخيمات، ما بين التحرك من مزدلفه لمنى نتيجه للتزاحم. كل هذه الامور بتحدث نوع من الاعياء ما بين بعض الحجاج وليس ولا تصل الى الحاله الحرجه نتيجه للاجراءات الصحيه، اضافه ايضا الى وجود البعثه الطبيه وقوام حوالي 90 طبيب ومسعف وعدد من الافراد متابعون على مدار الساعه الحاله الصحيه للحجاج، اضافه الى وجود اطباء من قطاع الخدمات الطبيه ايضا يتابعون بوزاره الداخليه يتابعون الحاله الصحيه لحجاج القرعه. وايضا هنا في المناسك او في مشعر منى موجود عدد كبير من المراكز الصحيه وكذلك المسعفين والهلال الاحمر السعودي ووزاره الصحه السعوديه متطوعين منها كثر نراهم هنا على مشعر عرفات. هي الامور اللي هنا يعني مستقره بدرجه كبيره جدا، لكن درجه الحراره هي مرتفعه قد تصل يعني في ساعات النهار الى أكثر من 44 درجة، لكن بعض الإجراءات المتخذة من جانب السلطات السعودية وهي رش رذاذ المياه في المجمل على الحجاج بيسهم في خفض درجات الحرارة ما بين 4 إلى 5 درجات، إضافة إلى وجود بعض المتطوعين الذين يقومون برش المياه على الحجاج لخفض درجات الحرارة والمساهمة في أن يستطيع الحاج أن يواصل أداء المناسك. نعم، حج مقبول وعودة سالمة بإذن الله من الأراضي المقدسة. موفد التلفزيون المصري عبد الله بركات، شكرا جزيلا لك. والنعمة لك الملك لا شريك لك.